اللي متابع معانا الحلقات لا شك شاف مجموعة غريبة من غرائب وعجائب المخلوقات، لا شك شاف معانا حركة النبات، وشاف انها مش مجرد حركة اي حركة، ولا مجرد وظائف تنفس وهضم وتكاثر تزاوج، إنما الحياة في حقيقتها حرية. كائن جديد ظهر بيحاول يكون له استقلال وشخصية وطابع وسلوكية متفردة في وسط بيئة معادية بتحاول تفككه وتقضي عليه. وشاف معانا العقل ساري في جميع الكائنات الحية، شاف العقل بيعلن عن نفسه في حكمة النملة وصبر الفيل وذكاء القرد وشجاعة الأسد ومكر الثعلب، بيعلن عن نفسه حتى في النباتات اللي ملهاش مخ، في تحايل النباتات المتسلقة وتماكر النباتات صائدة الحشرات. وشاف عيلة الأحياء متعاونة متكاتفة، كل واحد منها حلقة ضرورية بالنسبة للتاني، كل واحد بيأدي دور بالنسبة للتاني. شاف بين الزهرة وبين الحشرة تبادل منفعة، وبين النبات وبين الحيوان تكامل اقتصادي. احنا بناخد من النبات اكسجين وبنديه ثانوكسيد كربون، هو بياخد مننا فضلات يسمد بيها ويتغذى عليها ويدينا أطعمة وفيتامينات. صداقة غريبة جدا، أحيانا بنشوف في البيئة أنواع غريب من الصداقات. في الحلقة دي هنشوف صداقة بين قرد وشجرة، شجرة مصاحبة قرد وقرد مصاحب شجرة. بذرة الشجرة ما تنبتش كويس إلا
إذا بلعها قرد ومشيت في أمعائه وأخرجها في الفضلات تنبت كويس. حاجة غريبة، كما لو كان القرد أصبح حلقة في حياة الشجرة. للدرجة دي فيه تكامل غريب في العيلة الحية، كما لو كان فيه حكومة خفية بتنظم كتيبة الأحياء كلها. النهاردة كمان هنشوف إن الحياة مربوطة بالموت، متضفرة. الحياة والموت متضفرين كأنهم ضفيرة واحدة. الحياة ملازمة للموت، موازية للموت. عملية البناء والهدم بيحصلهم في نفس الوقت في الكائن الحي. الشجرة بينبت فيها ورق أخضر جديد، وفي نفس اللحظة بيقع فيها ورق أصفر ويموت. الإنسان كل يوم بيموت من جلده خلايا بلا عدد، تتغسل في الحمام بتاع الصبح وينمو بدلها خلايا جديدة. كل ساعة يموت في الدم 60 مليون خلية، يندفنوا في الكبد ويتعمل منهم الصفرة ويتولد 60 مليون خلية جديدة. عمليات الموت والحياة شغالة باستمرار جوه الكائن اللي ماشي على رجليه. البنى والهدم مترافق مع بعضه في نفس اللحظة. لو البنى، عمليات البنى بقت لها الركحان، بنسمي ان الحياة لها الغلبة والكائن حي وصاعد. لما عمليات الهدم يبقى لها ركحان، بنقول ان الكائن حي في طريقه للموت، ونبتدي نعد عد تنازلي. لكن الموت والحياة ملضمين في بعض. الحياة هي مقاومة الموت، وعشان كده الموت داخل في طرف. الموت أصبح طرف عملية الحياة نفسها. قطعا اللي بيسمعونا وبيشوفوا الحلقات كتير منهم سأل، أنا اتخلقت ليه؟ ليه ربنا خلقني؟ واللي تابع الحلقات ممكن يجاوب من نفسه، لأن احنا شفنا ازاي ان ربنا لما خلقنا اعفانا من وظائف كتير، يعني زي الهضم والتنفس والدورة الدموية والحاجات دي كفلها هو بنفسه سبحانه وتعالى بأوتوماتيكيات وآليات مخصوصة، فحررنا من كل انواع الوظائف دي وفرغنا. فرغنا لإيه؟ فرغنا لطلب اعلى المعارف واشرف الاعمال. وأعلى المعارف إيه؟ أعلى المعارف معرفته، لأنه هو أعظم معروف. وأشرف الأعمال هي عمل الخير، وهي دي العبادة. بنقول ما خلق الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يقولوا الله، طب يعني إيه مصلحة ربنا في إن إحنا نعبده؟ هو ملوش مصلحة فعلا، ده إحنا اللي لنا مصلحة. ربنا غني ومستغني، إحنا مش مستغنيين، إحنا اللي محتاجين. لأن العارف بحكم معرفته لله في بينه وبين ربنا صلة، ففي حبل ممدود زي حبل سري بين الجنين والأم، بيتلقى غذاؤه كل يوم. إنما الكافر الممتنع المنكر الجاحد هو ده اللي قطع الصلة بينه وبين ربنا. فزي تمام ما تيجي تقطع حبل سري بين الجنين والأم، الأم مش هيجرى لها حاجة، اللي هيجرى له حاجة ويموت هو الجنين، إنما الأم مش هيجرى لها حاجة. فكذلك الله سبحانه وتعالى غني مستغني عن العالمين، احنا اللي محتاجين. وبعدين في النهايه المساله هتفرق كتير قوي. في فرق بين الحراميه والبلطجيه والنشالين واللي عيشتهم محششه وعكوف على الشهوات، وفرق كبير وبينهم وبين انسان عاكف على الخير. في النهايه التحصيل هيختلف. في واحد هيبص يلاقي ما فيش فرق بين موته وبين حياته، ما عملش حاجه، لم يضف اي شيء، دخل في الحياه كمستهلك وما انتجش اي شيء. واحد دخل في الحياه كمنتج وكان حياته في فرق كبير جدا بين ميلاده وموته، اضاف شيء. فعلا يعني قيمه الانسان هي النقطه البسيطه دي، ماذا صنع بين ميلاده وموته؟ هل اضاف او سلب، أو كان وجوده زي عدمه؟ سؤال مهم لازم الواحد يسأله لنفسه قبل ما ينام،
لازم يسأل نفسه كل ليلة، كل ليلة يقول أنا عملت إيه؟ هل أضفت؟ هل وجودي كان زي عدمي؟ ليه؟ عارفين ليه الواحد لازم يسأل نفسه السؤال ده؟ لأن الموت عرفنا دلوقتي إن هو ملضوم ملضم كده مع الحياة، عملية الموت شغالة فينا، الموت مش بيهجم علينا، ده الموت جوانا، الموت ساكننا، الهدم شغال مع البنى. والموت بالنسبة لكل واحد أقرب إليه من شراك نعله. فالمسألة خطيرة إن الإنسان تنتهي حياته وهو ما عملش حاجة، ما حصلش شيء، ما أضافش شيء، تفرق كتير. أيضا هنشوف في الحلقة دي مزيد من هذا التنويع المتحفي في عالم المخلوقات، ومشهد آخر من المشاهد المظاهر الحية الهاتفة ببدائع صنع الله سبحانه وتعالى. القرآن بيقول عن ربنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو ظاهر، ظاهر في كل المظاهر، ناطق على كل لسان، هو جمال كل شيء وأبهة كل شيء وطرافة كل شيء. وعشان كده اللسان تلقائيا كده، أم تلقائيا أول ما العين تشوف شيء مبهر اللسان تلقائيا كده يقول الله، من غير ما حتى الإنجليزي يقول لك oh heaven والفرنساوي يقول لك oh Dieu، يعني بكل لغة حتى الكافر ينطقها من غير ما يدرك الله. فتعالوا نشوف مع بعض الفيلم ونتأمل بدائع صنع الله ونتعرف على هذا التنوع المتحفي العجيب. احنا دخلنا الغابة في عاصفة وفي أواخر الخريف، وبعد الخريف جه التلج غمر كل شيء وطمر كل شيء واختفت الحياة في الشقوق، اختفت الحياة في الشقوق. وبعدين شوية شوية ابتدأ الدفء وخرجت الجعارين من مخابئها، جعران عمال يزق كرة من الروس عشان يحطها في عشه غذاء له ولأولاده. مش غريبة إن الفراعنة نظروا إلى الجعران بقداسة. حط كرة الروس جوه العش وضمن خزين وأكل بكرة. مع الربيع بدأ الحب والغزل بين الطيور، وضع البيض وحضانة البيض، ثم الجيل الجديد من الأفراخ والأسرة الجميلة الصغيرة. وتنوعت الزهور وازدهر الثمر وظهرت الحشرات من كل نوع. ومع الحشرات ظهرت الطيور آكلة الحشرات. احنا قلنا كل الطبيعة معتمدة على بعضها والحياة معتمدة على بعضها، مع الحشرة تيجي آكلة الحشرات. هنا بياكل حشرة والفرخ الصغير مستنيه عشان الأم الصيادة دي تديله نصيبه. شوف فاتح بقه ازاي، خد نصيبك. والحشرة القوية بتاكل الحشرة الضعيفة، العنكبوت نصب الفخاخ واصطاد وبيكتف ويلف حواليها النسيج ويكتفها كويس كويس. اصطاد واحدة تانية بيكتفها
لكن لاحظ انها لسه بتتحرك. شوف بتتحرك ازاي. لا يبقى دي عاوزة بقى ابرة سم، فهيديها ابرة سم. الفرس النبي بيصطاد جرادة. فرس النبي ده هو سفاح الحشرات. ده الطائر النساج الذكر بينسج عشه من خيوط الصوف، بيقعد ينسج في العش ده شهر. يقعد يجمل ويوظف فيه. وأول ما يقرب يختم النسيج يقف يزقزق ويقول عروسة عروسة، عاوز يخطب. سرعان ما بتجيله العروسة، وبيشتركوا هما الاتنين في تمام العش السعيد. لكن صاحبنا ملول جدا، طائر النساج بعد شهر العسل بيزهق ويبرطع، يروح يبني عش تاني ويتجوز واحدة تاني. معروف بتعدد الزوجات، غاوي تعدد الزوجات. وبرضه بعد ما يخلص يطلع يقول عروسة، ما يزهقش من الحكاية دي أبدا. وتنوعت الفراشات الجميلة. شوفوا اليرقة، يرقة غريبة كأنها ندفة قطن. ده نوع تاني أيضا من اليرقات، ودي نوع ثالث من اليرقات، وده السفاح العظيم، والزواحف والسعالي بأشكالها. ما فيش حاجة زي التانية. تنوع متحفي غريب، تنوع حقيقة أكنك في متحف. مجموعة يرقات متراكمة حول ورقة أكنها صباطة. العناكب بتنسج في الورق، والزهور الجميلة الفاتنة. الأشجار بتحمي نفسها بالأشواك. شوف ساق الشجرة مغطى بأسياخ لتحمي نفسها من عدوان القرود ومن عدوان الطيور. الحيوان الكسلان دور له على شجرة ناعمة كده وطلع على مهله. كل حاجة يعملها على مهله أول، عشان كده سموه كسلان. ودي الأكلة المحببة له، أوراق السكروبيا بياكلها ببقه مزمز كده، مكسل حتى يمسك الورقة بإيده. حاجة غريبة أوي، ده كسلان حقيقي حقيقي. ده مش فرع اللي انتوا شايفينه، ده عبارة عن حشرة فرس النبي. شوفوا زي الفرع بالظبط. انواع، شوف دي اللي زي الحطبة، دي عبارة عن فرس نبي نوع آخر. شوف التمويه والمحاكاة والتقليد، حاجة غريبة حقيقي. ودي متقلد شكل حشرة بتقلد ورقة، مقلدة بالظبط أكنها ورقة ميتة. وكمان حتى تتمشكح كده في الحركة بتاعتها، أكن يعني قال إيه ورقة هتقع بقى، هتيجي ريح تروح موقعة الورقة الصفرة دي، وهي حشرة ماكرة ملعونة. شوف التماكر، وهنا نوع تاني من تقليد الأوراق. غريب أوي الاستخفاء هنا، التمويه والاستخفاء والمكياج والكاموفلاج وبتاع ده، حاجة غريبة يعني. شوفوا بالظبط لكنها ورقة خضراء بالظبط، وهي حشرة. شوفوا الحشرة دي، شوفوا حتى تصنيفة الورقة ده حاجة غريبة صحيح. يرقة متنكرة في شكل كورة بتاع ده قش، وهي يرقة. نوع تاني من اليرقات يشبه لحاء الشجر، يتراكم حول الشجرة أكنه حتة من اللحاء بالظبط. شوف الضفدعة خضرة لون الورق، ورجليها زي الأغصان. مع كده مش هتخيل على التعبان يعني، رأي فاهم يعني، مش هتخيل عليه.
هيلهفها هو برضه، لكن ملاحظين التعبان اخضر هو كمان، ده حاجه بيئه نصابين صحيح يعني، كل واحد بيحاول ينصب على التاني. حياه غريبه حقيقه، شيء غريب ومثير للتامل. هنا بقى اشوف الورق مقطوع، ده اسمه النمل قاطع الاوراق، في مجموع نمل شغلته يقطع الورق وياخده يشيله على ظهره وبعدين ينشفه ويسمد به الارض عشان يزرع عيش الغراب، نمل فلاح اصيل بقى. شوفوا شايل، كل نمله شايله لها ورقه، كل نمله هتشوف شايله لها ورقه، وينزلوا ينشفوه ويفرشوه في الارض، وبعد ما يفرشوه بيعفن ويبقى سماد عشان زراعه ايه، عيش الغراب. النمل ده هو نمل زراعي، يزرع عيش الغراب ويسمده، ومش بس كده، ده كمان يحفر مصارف وقنوات عشان صرف الماء الزائد، يعني فلاح تمام. شوف المصارف اللي حفرها عشان صرف الماء الزائد، فلاح فلاح. لكن في الواقع في أكتر من نوع من النمل في الغابة، في نمل آخر بقى محارب مقاتل استعماري بقى مجرم، يعني ده بيخشوا في صراعات مع بعض، ده اللي شايفينه ده فصيلة أخرى من النمل المقاتل، ده دي لا تزرع ولا تقلع، دي تهجم على المستعمرات الأخرى وتاكلها. الملكة الواحدة في هذا النمل المقاتل بتبيض في الموسم الواحد 250 ألف بيضة، يعني 4000 نملة في موسم واحد يخلفوا قد تعداد الصين على طول، حاجة غريبة. عالم الحشرات ده عالم لوحده. شوفوا مفترسين بقى، حشرة قدهم قد ايه؟ قد ده البغبغان شارب الرحيق، شوف بيدب راسه جوه الكاس بتاع الزهر ويشرب الرحيق. شوف بيدب راسه ازاي؟ القرد هيقلده، بيدب راسه هو كمان. القرد ده قال الجن، هو الحقيقه مش عارفين مين قلد التاني، ما هو الاثنين غاويين تقليد، بغبغان والقرد. شوفوا القرد، شوف ضحك، يدب راسه هو كمان. شوفوا ده بغبغان لئيم بقى، عاوز يخرم الكاس من تحت عشان يقرب على الايس كريم كده ما حدش يضرب بيه، بيخرم الكاس منين؟ من تحت، كسلان بقى مش هيقعد، بدل ما يدب دماغه اقول لك انا اخرم من تحت كده وايه واربع بقى كده. شوفوا بيعمل ازاي، ده عصفور بيقلد برضه، نخرم من تحت، من الحكايه ابتدت تشر بقى، اشرب انا كمان. كله طلع يجري على يشرب من تحت، ده اسهل. اهو ده القرد اللي مصاحب الشجرة، الشجرة دي بذورها ما تنموش احسن نمو الا اذا كلها القرد ده وبلعها وبعدين اخرجها في الفضلات، حاجة غريبة كما لو كان هذا القرد اصبح حلقة في حياة الشجرة دي. ملاحظات غريبة اول واحد بيشوفها في كتيبة الاحياء او في غابة متكافلة مع بعضها كما لو كانت عيلة، حاجة غريبة. دول الافراخ بيتعلموا الطيران لسه، طبعا اي غلطه معناها هيقع ويتاكل، يعني ما فيش رحمين يما هنا، اللي يغلط خلاص. وقع يبقى ضاع خلاص، مش بس هيدسوه ده هياكلوه خلاص، يخلصوا عليه على طول يمرمشوه. وبيجي الجفاف وتتغير الاحوال، تشقق الارض ويبتدي الموت، الفرخ يا عيني بيحاول يستخبى في الشقة، شوف ده في النفس ازاي عاوز حتة بعيدة عن الحر. السمك زين، الملوحة زادت في البركة، السمك قلق هيموت من شدة الملوحة، بيحاول يطلع على الشط بيتخنق، يبتدي الموت يحصد الكائنات. ياه بتطلع في الروح خلاص، حشرجة. ده الطائر السفاح مستني اللي يموت يشتغل عليه على طول.
منقار وبينقط دم ازاي؟ بص المملكة الموت العظيمة، مملكة الموت، الموت الجفاف الجدب، وبعدين تيجي رحمة ربنا تاني في الدورة الأزلية بين الخريف والربيع وبين الجفاف والمطر، ويزدهر النبات وتبتسم الطبيعة وتعود الحياة والخضرة إلى الأرض الموات. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، بيقول يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن أسمائه أنه المبدئ والمعيد. ومن أسمائه أنه المبدئ والمعيد، وبحكم هذا الاسم وبحكم تجلي المبدئ والمعيد أصبح الكون كله دورات من البدء والإعادة، الليل والنهار، النوم واليقظة، الفصول ترجع تتكرر على مدار السنة ومن سنة لسنة، دورات الحضارة، دورة تغلب فيها الوثنية والمادية، وعين تنحسر وتيجي دورة إيمانية دينية عقيدية، وعين ترجع انتكاس تاني ونرجع في دورة وثنية مادية. إيقاع، الكون كله والحياة في حالة إيقاع. طبيعي إن الإنسان يفكر إن في بعد الموت بعث بحكم الإيقاع وبحكم البدء والإعادة. وربنا ضرب المثال في نوم الشرانق ثم ظهور الفراشات، وفي بعث الخضرة بعد الموت والاصفرار، وفي المطر بعد الجفاف، وفي صحوة الزواحف بعد البيات الشتوي الطويل. كل شيء موقع زي المزيكا بالضبط، مازورات مازورات في سيمفونية عظيمة مدهشة مذهلة اسمها الحياة. لكن هنلاحظ ان التكرار ما هوش نسخ كربون، دايما تكرار فيه إضافة جديدة. ابنك زيك ومش زيك، في شيء جديد انضاف اللي هي دفعة التطور. التكرار صاعد زي الحلقات الحلزونية في حالة جاهلية في مجتمعات اليوم اللي احنا عايشين فيها، لكن مش زي جاهلية قريش. الجاهلية دلوقتي جاهلية مسلحة بأنياب ذرية وبمخالب نووية، جاهلية علم مش جاهلية جهل. إذن في شيء أضيف، الدورات بتتكرر لكن مش نسخ كربون، بتتكرر وفي كل مرة شيء ينضاف. دولاب البدء والإعادة صاعد متطور. أنت ممكن تغلط نفس الغلطة لكن خبرتك كلها هتنضاف في الغلطة التانية، فيبقى تصرفك مختلف. حكاية الدورات دخلت حتى في النسيج الحي، بقى في دورة تنفس، دورة دموية، دورة لمف، دورة عصبية بين المؤثر وبين رد الفعل. والدورات دخلت أيضا في نسيج الكون، بقينا نشوف الصغير بيدور حوالين الكبير بالنسبة للأجرام والفلكية كلها. القمر يدور حوالين الأرض، والأرض حوالين الشمس، الشمس حوالين المجرة. دورات أيضا في نسيج المادة، أيضا في نسيج المادة برضو نشوفنا الإلكترونات تدور حوالين البروتونات. دورات في الفضاء، شفنا في الحلقة اللي فاتت ان الفضاء شوارع، شوارع الفضاء كلها شوارع دائرية نتيجة المجالات الجاذبية. فحتى الفضاء اذا رميت فيه اي شيء
مش يمشي على طول، لا يدور حوالين حاجة أكبر منه، لأن شوارع الفضاء كلها دائرية. وأخيرا ربنا شرع الدوران، الطواف حول الكعبة في دورات، ربنا شرع الطواف في الحج. من ضمن مناسك الحج الطواف حول الكعبة في دورات، رمز لناموس الدوران الشامل للكون كله. الكل دوار طواف حول المشيئة الإلهية. كل شيء الصغير حول اللي أكبر منه، واللي أكبر حول اللي أكبر، واللي أكبر حول اللي أكبر، لغاية ما نوصل إلى الأكبر حقا، اللي بنقول عليه الله أكبر، بمعناها أنه أكبر مطلقا من كل شيء. ومن هنا كان كل شيء طواف حول مشيئته سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.